اولا هذا الانتصار الاول تاع فريق مدينه عنبة ضد فريق اللي عنده اول انهزام ليه، وهذا الانتصار نهديه للمناصر الوحيد تاع اتحاد مدينه عنبة. شو اللي راه هنا قدامي واللي جابنا الخير معاه ان شاء الله، هذا وليدنا وهذا هو لا ماسكوت اللي يسمع عنبة، واليوم هاوجا باش يشوف المباراه وجاب لنا معاه الخير ان شاء الله. ونفوت لك الكلمه اللي كنتها تفضل. ان شاء الله اللي ما تطلع على القسم الاول، وانا نحبها ياسر من قلبي. لعبوا مليح اليوم؟ لازم يلعبوا مليح اليوم، لازم. البراءة تاع مشجع اول مره اللي جا للوعد، وهذا كان شارك معنا في صعود الفريق مدينه عنبة للقسم الوطني الثاني المحترف.